السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم أبو مسلم يرحب بكم. طيب نبدأ الآن سلسلة جديدة، سلسلة تعليمية جديدة للمحترفين، هذا للمحترف. طيب، وهي الشموع اللحظية. معروف أن الشموع أو أي استراتيجية لحظية فيها صعوبة، معروف. الآن حنشرح استراتيجيات لحظية فيها فائدة مضاربية قوية، لكن لازم تلتزم بالشروط. هذه عندنا العربية الآن، سهم ممتاز على الشهري والأسبوعي واليومي وال4 ساعات، في تذبذب جميل. عندنا هنا هذه الشمعة كسرت البولينجر ونفذت 191/40، جاءت شمعة بعدها أيضا كسرت البولينجر ونفذت 191/40، طبعا صار في ارتداد. هنا الإغلاق 92/80، هنا نزل، هنا فتح 92/60 واختبر ال 91/40 وقفل 91/80. حلو، نيجي عند الشمعة هذه. هنا لحظة، الشمعتين هذه حققت لي إشارة على ربع ساعة، اللي هو إيش؟ اللون متساوي 91/40 91، هنا في دعم حتى لو لحظي. طيب هذه الشمعة أكدت لأن اللو زاد 91/60، الأدنى زاد، فصار عندنا هنا لو متساوي ثم شمعة متصاعد. ممكن تفك الصفقة هنا بناء على اللو المتساوي، وللتأكيد تفكها هنا. وعندك هنا أغلق 92 وأعطاك فرصة دخول ممتازة. طيب بعدها إيش صار؟ ارتفع السهم فين؟ إلى 198. خليك أنت دخلت، لحظة، لا، قلنا هنا الإغلاق كم؟ 92. ما حطيت طلبات، ممكن يرشك وينزل، استنيت. هنا دعم وهنا دعم وهنا لو. طيب كم الإغلاق هنا؟ 92. حلو، نضغط هنا كذا، هذا 91/80، هذا 92. حلو، نجيب القياس. تعال شوف انت في الصفقة هذه حققت كم. طبعا الاستراتيجية هذه موجودة في منصة الربح السريع، موجودة ولها شرح كامل ساعة ونص، هننزل لها شروحات زيادة للتدقيق، في لها شرح كامل لمدة ساعة ونص. طيب عندي هنا حقق لي 6 ريال و40 هلل، يعني 1000 سهم ب6000 ريال. إذا عندك قدرة 1000 سهم ب6000 ريال، 6 ريال و40 هلل، كده خلصنا. خلينا نروح مرة ثانية الآن فين؟ ثاني يوم، ثاني يوم، هذا أمس، هذا الخميس. طيب هنا ضرب 91/40 بناء على الدعوم اللي هنا، على طول الشمعة الثانية كسر كده. أنا ما مع السلامة، كده هنا في خطر، كسر أي دعم في خطر، راح يبحث عن دعم جديد، راح يبحث عن إيش؟ عن دعم جديد. ما تهور ولا استعجل، خاصة إذا كانت السيولة للسوق العام خروج أكثر من 200 مليون. شفنا إحنا وصلنا إلى 500 مليون يوم الخميس، فوق ال 200 مليون خذ حذرك شوية، انتبه عشان يكون في بيع كبير. طيب خلينا في الاستراتيجية، 91/40 هنا انكسرت، بحث عن 89/60، أنا بالنسبة لي ما يغريني، أي 91/40 ونزول ريالين ما يغريني، لأنه خروج سيولة عالي هيبحث عن دعم ثاني. فين راح؟ شوف، خلينا نشوف فين راح. راح إلى 86، ضرب 86 على ربع ساعة، تمام، وأعطاني شمعة، 2 3 4 5 6 7، ما كسرها. هنا عندي 86/80، هنا عندي 87. ولحظة تشوف الماركت، اي رجع يبقى اختارك، رجع يبقى اختارك. طب خلينا نشوف الـ4 ساعات،
الأربع ساعات تحت الصفر، الأربع ساعات تحت الصفر، وبدأ ينزل. وهنا عندنا علامة أولية غير جيدة، لازم ننتبه لها. هذه علامة أولية على الأربع ساعات غير جيدة، لازم ننتبه لها. كيف يعني؟ يعني وقف الخسارة مهم جدا. فوق الأربع ساعات الأداء يكون أفضل. طيب عندنا الآن هنا أعطانا شمعة 4 ساعات، عندنا هنا أعطانا شمعة 4 ساعات وضربت كم؟ 86، والشمعة اللي بعدها 86 وربع، كسر الأدنى السابق 91 بكم؟ 4 ريال، 5 ريال و40 هلة، 5 ريال و40 هلة. لا طيب الربع ساعة أعطاك كم شمعة؟ أعطاك 1 2 3 4 5 6 7 8، حط خط هنا، ممنوع كسر 86، ممنوع، ممنوع كسر 86 ب 20 هلة، ممنوع ب 20 هلة، ممنوع. تمام واضح. خلينا نشوف شركة ثانية اللي هي أنابيب. طبعا دائما تبحث عن الشركات اللي شرحناها اللي هي ماكس، يعني إيجابية شهرية أسبوعية يومية، فوق فوق فوق، إيجابية قوية. طيب نروح لأنابيب، هذه أنابيب عندنا هنا يوم الخميس صفقة ناجحة، نزلنا ل 89 90، ها، والشمعة الثانية 99 أعلى، والطلب ثابت، وارتفعنا بعدين فين؟ إلى 91 60 ريال و60 هللة. هنا اختبر مرة ثانية 99 وارتد إلى 90 60، وهنا كسرت، هنا كسر. تنتبه، تنتبه، زيادة العروض، زيادة العروض، خروج السيولة، مو كل دعم خلاص أنا عندي دعم أشتري كل مرة، لا يكسر الدعم، ما هو كل مرة ينكسر الدعم، خاصة إذا كان في خروج سيولة. أخذت مكسبك هنا، هذا أول مرة نزل هنا، شمعتين وليس شمعة واحدة، هذه شمعة واحدة ارتد، مو مشكلتي، ما اعتد فيها دي أنا. بعدين ايش صار؟ كسر، خاصة يوم الخميس، انتوا عارفين الخميس يا اخوان، الخميس معروف، الخميس معروف. شوف، شايفين الشمعة هذه؟ هذه الأولى وهذه الثانية، شمعتين، هذه الأولى هذه الثانية، دائما هذه الشمعتين الأولى والثانية، مع أنها ما كسرت، ما كسرت البولينجر، لكن دائما يفضل تشتغل على شمعتين. ها، شمعتين، هذه الأولى وهذه الثانية، هذه الأولى وهذه الثانية، في فرق في السعر لكن في أمان أكثر. تبغى تشتغل على شمعة واحدة، نزل طلبك تحت زي ما سوى المنجم. شوف المنجم كيف، هذا المنجم، شوف كيف، شوف كيف الشمعة ضرب 70 وارتد، حط طلبك تحت، مو هنا يصيدك. شوف بدأ يكسر هنا، كسر بكم؟ بدأ يكسر بكم؟ خلينا نشوف بكم. 71 ونص، هتحطه ب 71 ونص، نزل بك إلى 70. طيب هتحطه بكم؟ 71، نزل بك إلى 70. حط طلبك تحت على شمعة واحدة، تحت، تحت الشمعة بواحد، 1% 2% تحت. خلينا نشوف نزول الشمعة هنا، خلينا نشوف كم في المية، 2%، 1.5%. خلينا نشوف أنابيب سوت حركة، ما أدري هي كسرت ولا الأنابيب السعودية، شوف نفس الطريقة، هذا آخر يوم كسر هنا، هذه أول وحدة 34 70 وأعطى إلى 34، 34 45 أعطى إلى 34، حط طلبك تحت، هذه شمعة أدنى من شمعة، ما حققت لي الشرط، ما حققت، كسرت، حط طلبي تحت هنا، حط طلبك.
تمام. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.